اهلا بحضراتكم في اخر فقراتنا في المحترف. وزي ما قلت لحضراتكم يعني احنا في المحترف دايما بنتكلم على الدوريات، على النتائج واللاعبين والانتقالات وشكل الدوريات، لكن عندنا كمان قضيه. النهارده قضيتنا هتكون الفار، الفار في اوروبا. الفار في اوروبا يمكن من 3 سنوات الفيفا اعلن استغناب تقنيه الفار في 2018 للبطولات الكبرى في اوروبا وعلى مستوى العالم. عايزين نعرف الناس دي اشتغلت ازاي، الفار عباره عن ايه، تقنيه الفار او التكنولوجي في كره القدم قد ايه بيساعد. يمكن التكنولوجي قبل كده كانت موجوده قبل الفار، حاجات كتير جدا بيعتمد عليها المدربين في الاحصائيات، في حتى على المستوى البدني، لكن التكنولوجيا داخل الملعب يمكن هو ده كان في 2018 ودخول الفار لمجال كرة القدم العالمية. مراجعات يمكن الفار من خلال الفيفا بيقول في أربع حالات ممكن يرجع فيها الحكم للفار. أنا برضو بالترتيب أقولها لحضراتكم سريعا: هدف، يعني احتساب هدف من عدم وجود هدف، ركلات الجزاء، البطاقة الحمراء، يعني يمكن لحكم العودة لتقنية الفار لو يمكن في لاعب يستحق كارت أحمر، ممكن يكون في غلط إدى كارت مختلف أو للاعب مختلف، ده بيرجع فيها للفار. وتحديد اللاعب الحاصل على الإنذار ده كان مهم جدا. يعني في 4 حالات ممكن الحكم يرجع فيها للفار. لكن إزاي الناس في أوروبا بتشتغل بتقنية الفار؟ في بعض الناس وبعض الخبراء بيتكلموا إنه بيقولوا إن الفار قلل شوية من إثارة أو متعة كرة القدم. في ناس بتقول لا، بيحقق إلى حد كبير عدالة تحكيمية وبيدي كل واحد حقه. ده هنعرفه من خلال طبعا ضيفنا النهاردة فادي اللي مشرفنا. رأيك سريعا في موضوع التكنولوجيا عامة والفار في أوروبا والناس بتستخدمه بشكل احترافي بشكل كبير جدا. في الأول كان في الديبيت بتاع هيقلل من متعة الكرة، لكن دلوقتي الفار نفسه بقى جزء من متعة الكرة. صحيح. لحظة الانتظار طبعا بتبقى سيئة جدا لما فريق انت بتشجعه يجيب جول وتستنى اذا كان بقى جول صحيح ولا لا، لكنها اضافت كتير قوي للمتعة، بجانب طبعا اضافتها للعدالة بجزء كبير جدا لكرة القدم. بالتالي يعني بعد 3 سنين اصبح شيء لا يمكن الاستغناء عنه في ملعب الكوره في اوروبا. صحيح. في اوروبا يعني. صحيح. عشان نعرف اكتر كمان معانا عبر زوم من اسبانيا، هيجي لنا لكن مهم جدا يكون معانا حكم على مستوى عالمي، معانا حكم على مستوى اوروبي اكتر من رائع، حكم الشامبيونز ليج، حكم حتى ليا شخصيا في ربع نهائي الشامبيونز ليج امام بايرن ميونخ. معانا من اسبانيا اوريس ماير، واحد بقول لحضراتكم من اشهر الحكام في تاريخ كره القدم الاوروبيه، كان حكم في النهائي الشهير لدوري الشامبيونز ليج 2002 ما بين ريال مدريد وما بين ليفركوزن الالماني، حكم في كل البطولات العالميه الكبرى منها كاس العالم 98 و2002، كمان حكم بطولة أوروبا في 2000 و2004، ومحلل شهير جدا على مستوى التحكيم في التلفزيون الألماني. وزي ما بقول لحضراتكم يعني كان ليا كمان يعني كان متواجد كحكم ساحة في مباراة في الشامبيونز ليج كانت تجمع ما بين كازلاوتن وما بين طبعا باير ميونخ، وكنت موجود في الملعب. الحكم أوريس ماير هير ماير شون آفن، برحب بيك في قناة النادي الأهلي. تحياتي لكم، سعيد جدا بوجودي معكم، اهلا وسهلا. احنا سعداء بوجودك معنا، حكم كبير على المستوى العالمي. كنا بنتكلم على تقنيه الفار ودخولها لعالم كره القدم رسميا من خلال الفيفا في 2018. رؤيتك العامه للفار، هل فعلا الفار يعني اخذ من متعه كره القدم بشكل كبير او بيحقق عداله كامله، ويعني كره القدم مع الفار بقى ليها رونق خاص؟ بكل تأكيد من وجهة نظري بالعكس، قد أثر على متعة كرة القدم، وكنت وما زلت أنتقد تقنية الفار، فقدت كرة القدم متعتها من وجهة نظري، وفي مباريات كثيرة كنت غير سعيد وغير راضي عن تقنية الفار وعن القرارات التي اتخذت طبقا لتقنية الفار ولم تكن بوضعها الصحيح وترجمتها بالشكل الصحيح. بكل تأكيد صحيح. يمكن كمان عايز أسأله، هل الفار من دوري لدوري بيختلف؟ هل يختلف الفار مثلا في الدوري الإنجليزي عن الدوري الأسباني؟ هل في الدوري الإنجليزي يكون للفار وحده هو صاحب القرار لضربات الجزاء مثلا؟ يختلف تقنية الفار أو البروتوكول الفار نفسه بيختلف من دوري إلى دوري؟
بكل تأكيد فعلا هناك فروق أو فرق كبير بين الدوريات، لاحظت ذلك بكل تأكيد، رأيت ذلك بالفعل ولاحظته في الدوري الفرنسي على سبيل المثال، والدوري الإنجليزي والدوري الألماني ودوريات كثيرة. وهذا يرجع إلى وضع الفار والتقنية والكاميرات في الملاعب ما بين الدوريات وتدريب الحكام عليها، ويختلف ذلك من دوري لدوري ومن مستوى وجودة الحكام هنا وهناك. بكل تأكيد أتفق معك، هناك فرق كبير. بمناسبة تدريب الحكام، إيه المدة الكافية يعني تدريب الحكام على تقنية الفار؟ هل تختلف إذا كان حكم دولي أو حكم ساحة بياخد وقت أطول، اللاين مان بياخد وقت أطول، إيه المدة الكافية لتدريب التدريب الكامل والمناسب للحكام لاستخدام تقنية الفار؟ هذا يستغرق وقت طويل، الأهم أن يفهم الحكم ما هي كرة القدم، لابد أن يكون هناك فهم كبير من الحكام لمضمون كرة القدم وما تعني كرة القدم. كابتن هاني رمزي، أنا أعرفك كثيرا طبعا بكل تأكيد، صحيح، وفعلا قد حكمت بعض المباريات وحضرتك كنت موجود. كما تعلم حضرتك كلاعب كرة قدم وتفهم ذلك جيدا، أن لابد على الحكم فهم كرة القدم في العموم، صحيح، لتطبيق الفار بشكل جيد. طب هو طبعا يعني في أوقات يمكن كان حكم على مستوى عالي جدا في أوقات لم يكن موجود فيها الفار، هل تقنية الفار بالنسبة لأنه حكم على مستوى عالي جدا، هل دلوقتي بقت عامل مساعد للتحكيم أو عائق أكبر للحكم في التقنيات والبروتوكول؟ يعني بالنسبة له الحقيقة كانت أسهل كحكم قبل الفار ولا بعد الفار؟ أتفق معك تماما بكل تأكيد. كما لاحظنا، أنا دايما أمثل ذلك بالإيرباج في السيارات الوسادة الهوائية، لابد علينا أن تكون موجودة ونرفض استخدامها، أو وأنا أمثل الفار دائما بهذه التقنية بالإيرباج. يعني وجودها ضروري ولكن تستخدم في الطوارئ في الأرجنسي، يعني مش كل يعني تقنية الفار مهمة ولكن تستخدم في الحالات الطارئة وليس على طبعا مرور المباراة وأي لعبة ممكن نلتجئ فيها إلى الفار يعني. بكل تأكيد، ولكن لابد من عدم استخدامها بشكل كثير ومبالغ فيه لعدم فقد الكرة متعتها، فعندما تستخدم الفار في كل شيء وفي كل لعبة فأنت تفقد أو تفقد كرة القدم بذلك متعتها. مرة أخرى أعيد وأكرر، فهم كرة القدم وعلم وعلوم كرة القدم هو شيء مهم جدا، لابد من الحكام للوصول لمستوى عالي في فهم تقنية الفار أيضا، وهذا يترتب عليه فهمك لكرة القدم. صحيح، يعني الفار في الجزء التحكيمي لازم على الحكم التفاهم التام لمفهوم كرة القدم، ولكن على الجانب التكنولوجي توفير الوسائل المساعدة، كاميرات على مستوى عالي جدا، وضع الكاميرات في الملعب بشكل يعني يساعد الفار على توصيل الصورة بشكل أفضل، كمان بنتكلم على تقنية تخطي الكرة لخط المرمى وعين الصقر ما بين قوسين، واللي بيحصل بالنسبة وجود ساعة في يد الحكم بتديله إشارة لتعدي الكرة للخصم. كل دي الأدوات وكل دي التكنولوجي اللي بتكمل الجزء الأهم، وهو توصيل صورة مناسبة جدا جدا لاتخاذ القرار. بالتأكيد، وخصوصا عندما أتحدث عن تقنية خط المرمى، أنا شخصيا كنت متواجد مع الفيفا في 2004 وناقشنا هذا المشروع، وأنا من البداية من ابتدأوا هذه الفكرة وطالبنا بوجود هذه التقنية منذ 2004. هذا المنتج ألماني ولم يفعل بشكل كبير في ألمانيا في بداية الأمر. بكل تأكيد هي تقنية مهمة جدا، لا نستطيع الاستغناء عنها، لابد من وجودها بكل تأكيد. صحيح،
في النهايه هيرماير فيلين دانك فيلين دانك فيلين دانك في دقيقه يعني كان كنا سعداء بوجودك معانا هنا في قناه النادي الاهلي وان شاء الله على تواصل دايما. طبعا هيرماير من افضل الحكام على مستوى القاره الاوروبيه وطبعا الخبير التحكيمي في قناه تحليليه المانيه. بنشكرك شكرا جزيلا فادي، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، فعلا يعني اتمتعنا بوجودك معانا وان شاء الله هتكون موجود ان شاء الله بصفه دايما معانا هنا في المحترف. شكرا لك كابتن هاني، شرفت بوجودي مع حضرتك في قناه النادي الاهلي. طبعا شكرا لك يا فادي، شكرا لحضراتكم والساده المشاهدين. ان شاء الله يوم الخميس لقاء جديد ويوم جديد من ايام المحترف.